الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، عظمة ديننا أنه يشد الناس من عقولهم لا من حواسهم، فحواس الإنسان متغيرة غير مفكرة، وقد تكون عواطفنا أحيانا ثرة مرتفعة وأحيانا أخرى هابطة منخفضة. ولذلك قيم الإسلام قيمة العقل وجعله هو الأمانة التي أوكلها إلى هؤلاء البشر الذين يعيشون على هذه البسيطة. فأصبح المسلم الواعي أو المسلم الذكي أو المسلم الحقيقي عقله قسمان أو نصفان، نصف وحي ونصف وعي. نصف عقلك إذا كنت مستقيما على الكتاب والسنة والهداية الربانية النبوية، نصف عبارة عن وحي لا نقاش لك فيه، ثوابت أو متغيرات أو جزء مسكوت عنه، ونصف وعي تعي هذا الوحي وعيا جيدا. ويأتي المؤذن 5 مرات في اليوم ليكون بمثابة ساعة الزمن التي تنبهك إلى ما أنت موجود له في هذا الكون. الله أكبر، فالتكبيرة تلك عند الأذان ساعة الزمن التي تنبهك لما أنا موجود في الحياة. حتى أن الأعرابي فقه أكثر منا عندما كان يقود قطيعا من الغنم، فإذا بأبي حنيفة وهو في طريقه من الكوفة إلى الحجاز يسأل الأعرابي ويريد أن يطمئن العالم الجليل على أحوال الإيمان في قلوب الأمة. أعرابي لا يدرك من علوم الدين ولا الدنيا شيء، ما هذا يا أعرابي؟ إيه اللي أمامك ده؟ لو كان رجلا مسطح العقل كأمثالنا لقال قطيع من غنم، لكن الرجل صاحب القطيع لم يكن فردا من القطيع، بل قال هو مال الله عندي. انظر إلى تعبير الأعراب الراقي العبقرية عندما يدخل الوحي بوعي إلى عقل الإنسان وقلبه، مال الله عندي. وجاء المسلمون في بدر، بين المدينة وبين بدر، نحن نقرأها كذا في الكتب، وسار الرسول إلى بدر، عبارة عن 100 كيلومتر، 100 كيلومتر، والرواحل لا تكفي 13,300 صحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول يستهم مع اخوانه، فان كل 2 أو 3 يتعاقبوا على دبة من الدواب. فكان نصيبه صلى الله عليه وسلم، او كان من حسن حظ الصحابيين الجليلين ابي بكر وابو لبابة رضي الله عنهما، ان يكون من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم في ان يتناوب 3 على دبة واحدة، على جمل واحد. كان فرسين فقط مع 313 فرسين، والباقي بضع من دواب أخرى. انظر إلى 100 كيلومتر على ناقة، اسألوا أجدادكم كيف كانت تأخذ. فكان أبو بكر وأبو لبابة يتحرجان من أن يركب أحدهما والرسول يسير، أمر يعني طيب. لو أنت في هذا المكان أنت تتحرج من أبيك، من شيخك، من خالك، من عمك، أيام أن كان في وجوهنا حمرة الخجل. المهم، فكان النبي يأبى صلى الله عليه وسلم ويقول ما أنتما بأقدر على المشي مني؟
وما انا باغنى من الثواب منكما. فاثبت ان لابد ان كل واحد ياخذ نوبته في الركوب والمشي. هذه قيمة المال بالوعي الذي نزل به الوحي عند المسلم. المال عند المسلم ليس غاية في ذاته، ولا يكون ممدوحا او مذموما الا بما اصنع. المال كالسلاح في يد الجندي يدافع به عن ارضه، عن وطنه، عن مقدساته، عن عرضه. هنا يحمد السلاح، واذا وقع في يد المجرم روع به الامنين وقتل به وذبح وصنع كذا وكذا، اصبح المال مذموما، السلاح مذموما. هكذا المال. فاصبح الوعي عندما يدخل ليفسر لك الوعي ينادي المنادي عليك الله اكبر، فتقرع ساعة الزمن قلبك وعقلك فتؤوب الى ربك. فاصبح من حق الذي ينعم عليك في كل وقت ان تقول له الحمد لله رب العالمين. ومن حق الذي لا يعجلك بالعقوبة عندما تخطئ ان تهتف له الرحمن الرحيم. ومن حق الذي تعلم انت بالوحي وبالوعي انك عائد اليه يوما ان تقول له مالك يوم الدين، وان تعلم انك ضعيف لا تستطيع ان تعبده، وشياطين الانس والجن من حولك، كما قال ابو بكر اني بليت باربع ما سلطوا الا لجلب مشقتي وعنائي، ابليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم اعدائي. ان تهتف له وتقول اياك نعبد واياك نستعين، وان تعلم انك لا تستطيع ان تستغني عن الدعاء وان تلهج له بالذكر، فان تستهديه وتقول له اهدنا الصراط المستقيم، اللهم استجب يا رب العالمين. احبتي في الله، المال في الاسلام وسيلة لا غاية. والاسلام وضح لك ان المال يجب ان يؤخذ من حلال وينفق في حلال. والانسان المؤمن يعرف هويته مع المال، ويعلم ان لله ولعباد الله فيه حقا. ففرض عليك زكاة المال من العام الى العام كي تطهر مالك. والذي يتكاسل عن اخراج زكاة ماله فانما هو مغتصب لحق الفقراء والمساكين. جمعتني على متن رحلة طائرة بقدر الله الشهر الماضي احد المسؤولين الكبار في دولة مسلمة كبيرة، فدار الحوار عن المال والحالة الاقتصادية. قلت له هل تعلم ان دولتك حفظك الله عليها زكاة ركاز هذا العام قدر 84 مليار 650 مليون؟ ففغر الرجل عينيه، قال كيف؟ قلت ان زكاة الركاز 20%، يعني مش الموظف البسيط اللي نقول له 2.5، ولا بالرجل الذي يروي يعني ارضه بماء المطر 5%، او الدور المستغلة بنايات، ولا الارض التي تروى بماء المطر 10%. اما زكاة الركاز المعادن والبترول والمناجم 20%، خمس ما تنتج. وقلت له انا في يدي جريدة اقتصادية اقرأها على متن الطائرة فيها انتاجكم هذا العام، فحسبتها ببساطة شديدة ووجدت ان تعريفه هذا السنة هذه 84 مليار و650 مليون دولار زكاة الركاز عن دولة واحدة. وقلت له لا تحزن، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، وانا اقول لك ونحن بين السماء والارض بلغ عني ولو حكما، يعني عشان اتعلق في رقبتك يوم القيامة. فدار الحوار فوجدنا، وقلت له ان سنة 88 يعني من 25 سنة تقريبا كان هناك 6 دول اسلامية زكاة ركازها 60 مليار دولار في السنة. اصبح هذه الستة الان زكاة ركازها في 1434 هجرية 250 مليار دولار زكاة. هذه حسبة عملية، كنت مسؤولا عن احد الملفات في رابط العالم الاسلامي. المهم يعني هذه حسبة عملية بالفعل بالورقة والقلم. اقول ان الله لما جعل هذا غنيا
وجعل هذا فقيرا، قال للغني والأغنياء وفي أموالهم حق معلوم، للسائل والمحروم حق معلوم في ماذا؟ معلوم القيمة، معلوم القدر، معلوم الزمن. كلما حال الحول وبلغ مالك النصاب وجب أن تجلس مع نفسك، أو إذا كثر المال أكثر مع محاسب قانوني ومع عالم فقيه يدرك ما الذي عليه زكاة وما الذي ليس عليه. وقلت لو أن المؤسسات الكبرى في عالمنا الإسلامي والأفراد الذين وسع الله عليهم من فضل كما قال الأعرابي هو مال الله عندي، أجلس بجواره فقيها في مؤسسته يستشير في الأمور المالية والمادية هذه، هل هذا يحل هل هذا لا يحل، لحلت البركة بنا إن شاء الله رب العالمين. اللهم أنزل علينا بركات من السماء والأرض يا رب العالمين. إذن زكاة المال أن قوت الفقير في فضل مال الغني. وكنت أقرأ مرة في كتاب السياسة الحكمية في السياسة الشرعية أو الأحوال الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم، وجدت العجب العجاب، صفحة من الصفحات فجاءني ابن القيم سبحان الله، أنني كنت قرأت له من 30 سنة هذا الحكم، أنه وجب على الدولة المسلمة أن تسعر المواهب والكفاءات. ابن القيم يتكلم من مئات السنين عن تسعير المواهب، يعني أنت رجل كيميائي من الدرجة الأولى لا تستوي مع الكيميائي العادي، أنت مهندس متميز من الدرجة لا تستوي مع بقية المهندسين الذين يعني يوقعون البنايات على رؤوس سكانها، أنت طبيب متميز. ولذلك يشار إلى عدة جراحين في العالم، إلى عدة كيميائيين، إلى عدة فيزيائيين، إلى عدة نابهين في كذا وكذا. فابن القيم سبحان الله لو كان هذا الرجل له شهرة كارل ماركس أو كينز في نظرية النقود لكان ابن القيم يعني وكان استنطن الغرب بهذه الفتوحات العجيبة، أن تقدر وتسعر المواهب، أن تسعر ساعة الطبيب المتميز غير الشهر الذي يقيم به ممارس عام مسكين خريج كلية الطب، يعني أجبره أبوه وأجبرته أمه على الدخول حتى يكون له رخصة يمارس بها يعني نقل الناس من الدنيا إلى الآخرة. لكن المتميز في الطب له سعر آخر من الواجب، من الواجب. هكذا الإسلام أقر قيمة المال سبحان الله العظيم. فماذا صنع المسلمون؟ لو جاء فقير فلا بد أن غنيا لم يخرج زكاة ماله، له ميزان قوت الفقير في فضل مال الغني. لم يجوع الفقير إلا عندما أدخم الغني، مش لم يشبع، لا يشبع، هذا ماله وحرية التملك. ولكن الإسلام قال له أنت يا صاحب المال كل 40 جزء فيه جزء لله، كل 40 شاة عليها شاة، كل 40 ألف عليها 1000 سبحان الله، كل 100 أو كل 1000 عليها 25 ولك أنت 975. ما زال المسلمون يتجادلون في 25 ولا يحمدون على 975. نسأل الله أن يقنعنا بما أتانا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يخرجوا زكاة أموالهم وصدقاتهم كما أمرهم رب العباد سبحانه وتعالى. ما منع قوم زكاة أموالهم إلا وعمتهم والعياذ بالله انتشرت فيهم أمراض لم تكن في سابقيهم، ولولا البهائم لم يرزقوا، ومنعوا القطر من السماء، ويعني أمور تترتب على مانع الزكاة. وإلا ما كان أبو بكر جهز جيشا من 11 جيشا تحت القيادة العامة لخالد بن الوليد وقام هؤلاء وقال لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. اللهم فهمنا ديننا وعلمنا ديننا واجعلنا ممن يعملون بما علموا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، هذه قيمة المال عند المسلمين الحقيقيين. ما قيمة المال عند الغرب الغير مسلم؟ كانت جزر أمام الله جزرا مسلمة، مذهبها
مذهب الشافعية، حيث بلغها علماء من جاوة وسومطرة في اندونيسيا في جنوب شرقي آسيا، وكانت كل جزر أمام الله من الموحدين. وصل إليها فيليب الثاني ملك أسبانيا، وكان رجلا كاثوليكيا متطرفا، قتل من المسلمين واحتل جزر أمام الله وصبغ عليها اسمه فسماها الفلبين. جزر أمان الله أصبحت بقدرة قادر وبضعف المسلمين وهورهم وخورهم أصبحت تسمى بالفلبين. وظلت أسبانيا هكذا حتى وصل إليها المبشر النصراني الذي درس لنا، وأنا نفسي درست في الخمسينات أن ماجلان هذا مكتشف. ولما بدأت أعتمد على الوعي الذي نصفه وحي ونصفه وعي، وجدت أن هذا كان مبشر نصراني ذهب ليبشر وأدخل 40% من جزر أمان الله المسلمين إلى النصرانية، وذهب هناك ورفع الصليب على جبل من الجبال فقام مسلم فقتله. قالت موسوعات المعارف التاريخية إن مسلما لم يكن كلمة تطرف موجودة، وإنما إن مسلما متعصبا قتل المكتشف الجغرافي العظيم. ونحن ندرس أظن لأولادنا إلى الآن أن ماجلان هذا يعني مكتشف لا مبشر. المهم أنت أسبانيا تحت وطأة الديون في مطلع القرن الماضي سنة 1901، فباعت الجزر بمن فيها وبما فيها لأمريكا.